سألنا السؤال اللي هنا بيه الفيديو ده كتير على شخصيات مختلفة، هل قرر فلان أن يقفز من السفينة؟ ليه قلنا الكلام ده يا جماعة؟ لأن الناس دي مش عادتها كده، مش عادتها تطلع تقول التصريحات دي ولا تتكلم بالنغمة دي ولا بالطريقة دي، ولكن الظهور والتوقيت والمقال والفيديو والتصريح يختلفون، ولكن الذي يتحدث يريد أن يغازل الشعب ويغازل رأس السلطة ويغازل النظام، له أهداف كثيرة متعددة. فهل يا ترى ستستجيب كل هذه الأشياء مع صاحب المغازلة والتصريحات والتغريدات؟ هل سيقول الشعب أنه أن عمرو موسى أصبح الآن يهتم بأمر المواطن ويشغله المواطن والشعب؟ هل النظام سيقول أن عمرو موسى لابد أن يكون له مكانة ومكان كما كان في السابق؟ هل سيستجيب من يغازلهم عمرو موسى وقبله عماد الدين أديب وقبله وقبله وقبله؟ هل هؤلاء سيستجيبون لتلك النداءات والمبادرات؟ ده اللي حضراتكم هتقولوا رأيكم فيه وتسمعونا صوتكم وانتوا بتقولوا ايه اللي بيحصل، ويا ترى فهمتوه ازاي، والتصريحات دي على ارض الواقع موجوده ولا لا. خلينا في البدايه نفكركم بسؤال حلقه النهارده اللي حطيناه على صفحه برنامج بالعربي، وقلنا في سؤال حلقتنا: عمرو موسى يدلي بتصريحات جريئه مفيش كلام، هل قرر القفز من السفينه؟ حضراتكم تقولوا وتكرروا هو قرر يقفز من السفينه ولا بيغازل النظام، انتوا اللي هتحددوا وتقولوا ونسمع ارائكم. بس خلونا بقى في البدايه نبدا مع بعض كده بمجموعه اخبار نفهم احنا رايحين على فين. يلا بينا نبدا باول خبر معانا، والخبر بيقول: عمرو موسى يجب على الدوله ان تنشئ علاقه وديه مع الناس. علمونا كده كتير انك لما تاخد التصريح خد نتيجه من عكسه. يعني ايه الكلام ده ببساطه كده وبالعربي؟ يعني هو لما يقول يجب على الدولة أن تنشئ علاقة ودية مع الناس، إذن الدولة ليست بينها وبين الشعب أي علاقة ودية. فهمتوا قصدي إيه؟ ناخد اللي بعده. هناك قلق عام وحالة تشاؤم في مصر، حالة الاكتئاب السائدة في الجو، علينا أن نعالجها فورا. يا ترى ماذا يقصد السيد عمرو موسى بعلينا؟ الدولة والنظام؟ ولا احنا كشعب نعالج نفسنا من الاكتئاب اللي هو وصف الشعب بانه عنده حاله سائده من الاكتئاب؟ وبص بقى الدبلوماسيين دايما بيلعبوا بالمصطلحات، فدايما يدي في اللونج اللي انا واقف لكم فيه ده، اسمه اللونج الواسع، اللي هو ايه بقى؟ اللي هو حاله سائده في الجو وعلينا ان نعالجها. فيطلع واحد زي يقول لك ايه؟ طب يا ترى قصده مين؟ طب والنظام يقول لك هو بيقصدنا احنا، والشعب يقول لك هو خايف علينا. وهي دي دائما وابدا سمت وزراء الخارجيه والدبلوماسيين. اللي بعده: منذ السنوات الاخيره لعصر الملك فاروق، مرورا بعهود محمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وحسني مبارك والسنه التي قضاها محمد مرسي، لم يكن في اي من تلك الفترات حكم رشيد. لعيب لعيب، وانا مش هستثني حد من اللي ذكرهم دول عشان اسيبه يلعب براحته، عشان اديله فرصته. ما هي اللعبه الحلوه لازم نقول عليها حلوه، ولما تلاقي الراجل بيغزل ويحطها ما بين الرجلين وفي الاخر يحطها لك في المقص كده، لازم تستمتع وتقول الله الكره حلوه، زي جون الهلال في الزمالك كده بالظبط. فالراجل بيقول لك ايه؟ عدت كل الناس وقال لك في اي من تلك الفترات حكم رشيد لم يكن. بس الاسم الوحيد اللي ما ذكروش، يا ترى ما ذكروش ليه؟ لعيب لعيب وعايز يلعب، مع انه هو في المجمل قال ايه؟ مفيش حكم رشيد. هل تقصد يا سيد عمرو موسى اننا في هذا العهد الان مفيش برضه حكم رشيد؟ العب يا عمرو، العب. اللي بعده: رأي اليوم: ماذا وراء عودة عمرو موسى الى الاضواء من جديد؟ لماذا صارح النظام بوجود غضب وقلق في الشارع المصري ودعا الى اعطاء الناس الامان وعدم تهديدهم؟ صراحة محمودة أم رغبة في العودة للأضواء؟ الله عليكم، أنا بقى العنوان ده مكيفني جدا. وفي الآخر آخر سطر: هل هي صراحة محمودة
أم رغبة في العودة للأضواء؟ أنتوا برضو اللي هتقرروا ده وأنتوا اللي هتقولوه. طيب هو عمرو بس يا جماعة، عمرو موسى هو الوحيد الذي غرد خارج السرب ولا معه آخرين؟ تعالوا نشوف أهو. فاكرين أنتوا توتر في أوساط الإعلام المصري بعد ما قال عماد الدين أديب، قاعد كتب مقال يا راجل إيه ده، قال لك أنا أبص في المراية وأقول أنا صريح، مش عارف قال لك 11 ولا 12 حاجة كده. هم دول مرتبطين بقى بسكوت الأنظمة ولا بد عن النظام يعمل إيه والشعب عامل إيه، وقام جاي ملقح في الآخر على مين؟ على مصر، وقال لك دولة مش عارف إيه وهيحصل إيه وبتاع وممكن انتفاضة وثورة. لعيب برضه تقيل، وزنه تقيل ودماغه تقيلة. اللي بعده يا ترى عمرو وعماد ومعاهم حد تالت؟ نشوف كده مع بعض. أهو الحاج نجيب شريكي. نجيب سويرس رجل الأعمال المصري يقول إن المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة غير متكافئة. اضرب يا نجيب، اضرب يا نجيب وادي في العلالي أهو. يبقى إذن هناك من غرده خارج السرب وفي مجالات مختلفة، واحد تقل سياسي زي عمرو موسى، تقل إعلامي زي عماد الدين أديب، تقل رجال أعمال زي نجيب ساويرس، بيخبطوا يا ترى بيضربوا وبيلاقوا، يا ترى بيغزلوا الشعب، يا ترى بيغزلوا النظام.